أهلا بكم في بتوقيت مصر. في سياق تطور علاقات طرابلس والقاهرة، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا أنها توافقت مع مصر على إعادة فتح الطيران المباشر بين البلدين مع نهاية شهر سبتمبر الجاري. وأوضحت أن هيئة الطيران المدني الليبية اتفقت مع نظيرتها المصرية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الطيران بين مطارات مصراتة وبنينة ومعتيجا في ليبيا ومطار القاهرة الدولي. من جانبه، أعلن وزير العمل الليبي علي العابد عقب عودته من مصر من زيارة رسمية أن 1 مليون عامل مصري سيبدأون دخول البلاد مطلع أكتوبر المقبل. وقال العابد: وقعنا مع مصر عقودا بقيمة 4.2 مليار دولار في مشروعات تحتاج إلى 1 مليون عامل مصري لتنفيذها، مؤكدا أن هذا يأتي في إطار التعاون مع الشركات المصرية لتنفيذ خطة مشاريع التنمية والبنية التحتية. تعود اليد العاملة المصرية بكثافة إلى ربوع ليبيا بعد أن توقفت لسنوات عقب توتر الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد لعقد من الزمن. وزير العمل الليبي علي العابد يعلن أن 1 مليون عامل مصري سيبدأون دخول بلاده مطلع أكتوبر المقبل. العابد ذكر أن ليبيا وقعت مع مصر عقودا للتعاون الاقتصادي بقيمة 19 مليار دينار ليبي، وهو ما يوازي أكثر من 4 مليارات دولار، من خلال مشروعات اقتصادية وتنموية تحتاج إلى 1 مليون عامل مصري لتنفيذها. وتأتي تلك المشاريع في إطار التعاون مع الشركات المصرية لتنفيذ خطة التنمية والبنية التحتية في ليبيا. وتتزامن الشراكة بين البلدين مع قرارات ليبية أخرى، على رأسها إعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين عدد من المطارات الليبية ومطار القاهرة الدولي ابتداء من نهاية هذا الشهر. العلاقات المصرية الليبية تشهد تطورا ملحوظا في الشهور السابقة، تبلور في زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة خلال الأيام الماضية إلى مصر للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة. تم خلال الزيارة التوقيع على العديد من الاتفاقيات مع الجانب المصري، من بينها 14 مذكرة تعاون بين البلدين. نرحب عبر الهاتف بوزير الدولة للشؤون الاقتصادية في ليبيا الدكتور سلام الغويل. دكتور، أرحب بك في بتوقيت مصر وفي الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الليبي رئيس الحكومة الليبية إلى القاهرة عبد الحميد دبيبة. كان توقيع تقريبا 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم ويعني محاولة لإقامة مشروعات مختلفة في كثير من المجالات. هناك النقل البري، هناك النقل الجوي عفوا، هناك حتى البيئة وحتى الإنشاءات وغيرها من مذكرات التفاهم. إلى أي مدى الدولة الليبية حاليا في وضع أمني وفي وضع سياسي يسمح بتنفيذ هذه المشروعات بسرعة؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، مساء الخير ليك ولمشاهديك الكرام. أهلا بيك. بالتأكيد الدولة الليبية تتحسس البناء وتتحسس حكومة الوحدة الوطنية مسؤولياتها تجاه التنمية وتجاه البناء وتجاه الأخذ بأساليب التطور العمراني والتطور التنموي الاقتصادي الذي تقتضيه المرحلة. وبالتالي الوضع في أفضل مما كان عليه بكثير، ووصل الليبيين لقناعة ثابتة أن لا أمن بدون بناء ولا أمن بدون تنمية، وأن أمن بلادهم مرتبط بالتنمية، وأن التنمية مرتبطة كذلك بأهل الخبرة من الدول صاحبة التوجه الإيجابي نحو ليبيا والدول الوعد اللي تمتلك من التجربة، تمتلك من القدرات وتمتلك من المقومات للمساهمة. وبالتالي كان عين حكومة الوحدة الوطنية على جارة مصر، وكان عينها على اتخاذ قرارات إدارية جرية، وكان عينها على خلق منافسة وخلق سوق وعد حتى فيما بين رجال الأعمال الليبيين حول المساهمة في التنمية وفي البناء. وبالتالي هذا جاء لصالح الأمن المواطن، وجاء لصالح أمن الناس، وجاء لصالح خلق فرص أمل بدل من النظر للحرب والنظر للجوانب السلبية في الحياة. نعم. ولماذا مصر، يعني لماذا مصر تحديدا التي تم توقيع هذه الاتفاقيات معها؟ هل الأمر متعلق بتحسن العلاقات السياسية لفترة طويلة؟ ربما كان هناك بعض يعني الاحتقان إنجاز التعبير في العلاقات المصرية الليبية وتحديدا العلاقات بين مصر وحكومة الوفاق، لكن في الشهور الأخيرة تحسنت العلاقة كثيرا. إلى أي مدى ساهم هذا التحسن في الوصول إلى هذه النقطة؟ طبعا
طبعا هو تحسن فرضات احتياجات الطرفين وشعور كل من الطرفين ووصولهم لحقيقة أن لابد التكامل ما بينهم، وأن ما يأخذ بالتكامل ويأخذ بالتوافق ويأخذ بالتراضي لا يأخذ بغيره من الأساليب، وشعر الطرفين بالعلاقات بأهمية العلاقات الحديثة والعلاقات التاريخية والخبرة والبناء المجتمعي المتوافق، بالتالي اتخذت هذه القرارات في هذا الموضوع. وأيضا كذلك النظرة الموضوعية للواقع والتعامل مع أمر الواقع بصورة أكثر إيجابية، ومش عيب أن الإنسان يحاول دائما يصلح أو يمشي في اتجاه الإصلاح وفي اتجاه الأفضل وفي اتجاه التنمية والبناء بدل أي اتجاهات أخرى يعني. نعم. فمن الانفتاح وتحسن العلاقات ألقت بظلالها لخلق مشاريع تنموية وخلق علاقات اقتصادية، والاقتصاد أنت زي ما تعرف يقف وراء كل شيء يعني، وراء التوافق يقف وراء الأمل يقف وراء حسن العلاقات يقف وراء الصورة الإيجابية اللي ترسم كل طرف للآخر يعني. نعم. وزير العمل الليبي تحدث عن مليون مصري، مليون عامل مصري سيبدأون العمل في ليبيا ربما بنهاية الشهر الجاري. طبعا هي إحياء لمذكرة تفاهم تم توقيعها بين العمالة المصرية للعمل في ليبيا في 2013 تقريبا، لكن لم يتم تطبيقها بسبب الظروف السياسية والأمنية ويتم الآن إعادة إحياء. لكن لنكون صرحاء، دائما كانت العمالة المصرية بتدفع ثمن الظروف السياسية والتقلبات السياسية، فإلى أي مدى الحكومة الليبية الحالية والقيادة السياسية في ليبيا الآن وفي المستقبل قادرة على الحفاظ على سلامة العمالة المصرية لو ذهبت بهذه الأعداد؟ شوف، لما يتكلم الزميل وزير العمل بالتأكيد هو يعي ما يقول، وبالتأكيد هو عنده استراتيجيات بالتنسيق مع الحكومة والمجتمع وبتوجيهات السيد رئيس الحكومة، بالتالي مسؤولية الأمن ومسؤولية المواطنين الوافدين أهم من أي شيء آخر. خلال هذا الفعل وخلال هذا العمل وخلال هذا التوجيه لخلق هذا التوافق أو جلب العمالة، بالتأكيد يقف وراء ضمانات أمنية للعمالة المصرية. نعم. مش عبث، لأن هذه أرواح وهذه مسؤوليات وهذه علاقات بين دول يتحمل كل واحد مسؤوليته. والسيد وزير العمل يعي ما يفعل، طبعا رجل مسؤول ويعي ما يفعل ومدرك لما يجب أن يكون يعني. هو متأكد من أمن أمن الفريق العمال اللي حيكون جاي لليبيا إن شاء الله. نعم، أشكرك شكرا جزيلا. وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في ليبيا سلامة الغويل، وانضم إلينا من مدينة مصراتة الليبية مختار الجديد أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة. أرحب بك يا دكتور. ويعني في الفترة الأخيرة هناك كثير من اتفاقيات التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر وحكومة الوفاق تحديدا في الفترة الأخيرة، كيف تقرأ هذا التطور النوعي في العلاقات من مرحلة الاحتقان كما سبقنا إلى مرحلة يعني التطبيع العلاقات ثم وصولا إلى مرحلة التعاون ومحاولة يعني الاستفادة المتبادلة من بعضهم البعض؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مساء الخير، مساء الخير لضيوف ولمشاهدي قناتكم الكريم. طبعا الحديث عن توافقات وعن اتفاقيات هو بمثابة عودة المياه إلى مجاريها الطبيعية. أعتقد أن الاحتقان والأجواء المتوترة الفترة الماضية ما بين الشقيقة مصر وما بين ليبيا كانت أمر استثنائي. أنت حضرتك من مصر تدرك جيدا عمق العلاقة بين الشعب الليبي والشعب المصري، فلذلك اللي يفترض أن الأمور عادت الإنصاب. أعتقد أن هذه الأخبار برغم تحفظنا على يعني المبالغة في بعض النقاط فيها، ولكن أكيد أن هي مبهجة ومفرحة للجميع في مصر وفي ليبيا. أعتقد أن هذا الأمر كان ينبغي أن يحدث منذ فترة طويلة، وأعتقد أن حاليا أن تأتي أخيرا خير من لا تأتي. وأعتقد أن حاليا الحكومة المصرية يعني أدركت جيدا أن مصلحة مصر من مصلحة ليبيا، مصلحة ليبيا من مصلحة مصر، وأن استقرار ليبيا سينعكس بالإيجاب على استقرار مصر. وأدركت جيدا أن ما كان يروج له من أن المنطقة الغربية إرهاب وغيرها ودواعش وغيرها، يعني تأكدوا أنه الحديث يعني بعيدا عن الواقع. لذلك أعتقد أن الأمور تسير في نصابها في اتجاهها الصحيح. يعني ربما الوتيرة العاطفية والحديث عن المبالغ فيه ربما هو هذا يعني في عليه تحفظ، ولكن في المجمل أعتقد أن الأمور تسير في سياقها الصحيح. استقرار سياسي واستقرار أمني في غرب ليبيا، ابتعاد عن الحروب، وأيضا عودة وتيرة النشاط الاقتصادي اللي يخدم طبعا أكيد دول الجوار بما فيها جمهورية مصر العربية. نعم. ما هي القطاعات الواعدة؟ ما هي الصناعات؟ ما هي
المناطق التي تحتاج إلى تواجد مصري اقتصادي أو يعني إلى تعاون اقتصادي بين مصر وليبيا، إيه أبرز القطاعات؟ طبعا عند الحديث عن الأنشطة الاقتصادية أو التعاون الاقتصادي بين مصر وليبيا علينا ندرك هناك محددات. أولا حجم الإنفاق الحكومي في ليبيا وحجم ما يمكن إنفاقه على التنمية في ليبيا على مدار السنوات القادمة، هذا المحدد الأول، وهذا المحدد تحكمه ميزانية الحكومة. وحقيقة هنا يعني نحن نتحدث ربما يعلم المشاهدين أن حاليا الحكومة الحالية تعمل في ظل يعني ظروف استثنائيه باعتبار ان الميزانيه العامه للدوله لم يتم اعتمادها حتى الان، ونحن على نهايه او نقترب من نهايه السنه الماليه، اذا هناك محددات ماليه مقيده بحيث ان هناك تقييد في الانفاق على المستوى الحكومي على الاقل السنه الحاليه، هناك محدد اخر وهو قصر عمر الحكومه، ويفترض ان تكون هناك انتخابات في 24 ديسمبر، ويفترض ان تكون هناك حكومه جديده مع بدايه السنه القادمه، هذه من ضمن المحددات. ايضا في الجانب المصري هناك محددات اخرى، يعني ما مدى قدرة القطاع المصري أو القطاع الخاص المصري على تلبية احتياجات الدولة الليبية من التنمية؟ يعني مثلا في ربما نتحدث عن طرق، نتحدث عن جسور، نتحدث عن بعض الإنشاءات، ولكن في مجالات عديدة من ضمنها مثلا قطاع النفط، لا أعتقد أن الجانب المصري قادر على تلبية احتياجات البيئة المحلية أو السوق الليبي أو السوق الاستثماري الليبي في طلب في تطوير قطاع النفط. يعني لذلك الحديث، لكن ما هي أوجه التعاون مرتبطة بمذكرات التفاهم اللي تم توقيعها؟ يتحدث عن مشروعات في أغلبها هي مشروعات للبنية التحتية والإسكان والمرافق، بعضها بيصل إلى الطيران مثلا المدني والبيئة، فبعضها أو هي مرتكزة في الأساس على الأشياء التي تستطيع مصر وشركاتها أن تقدمها أو أن تفيد بها الدولة الليبية. نعم، ندرك ان الشركات المصريه بامكانها تقديم الاضافه على مستوى البنيه التحتيه فيما يتعلق بالاسكان، فيما يتعلق بالجسور والطرق، ويعني اكيد نعرف امكانيات الشركات المصريه، ولكن نتحدث مثلا في الشق الاخر في الجانب النفطي، اعتقد ان هنا يعني ربما يعني الامر في بعض الصعوبه على القطاع الخاص المصري. في كل الاحوال يعني بالنسبه ليبيا تعتبر فرصة استثمارية جيدة بالنسبة للقطاع الخاص المصري، وأعتقد أنها بإمكانها أن تقدم شيء على الأرض الواقع. يعني طب دائما هناك منافسة بين مصر وتركيا على يعني على الساحة الليبية وعلى يعني الاستئثار بقلوب الليبيين وحكومتهم، يعني إلى أي مدى هذه المنافسة يمكن للدولة الليبية إدارتها لمصلحتها؟ في النهاية يمكن الاستفادة من الطرفين، من الطرف المصري والطرف التركي في قطاعات مختلفة ومعينة، إلى أي مدى هذه المقاربة يمكن أن تحدث؟ طبعا في الجانب الاقتصادي طبعا دائما نتحاشى الحديث عن العواطف، ولكن فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي أعتقد أن هناك مساحة لتركيا تستطيع أن تقدم فيها الإضافة في ليبيا، وأيضا تحقق مصالح اقتصادية، وأيضا هناك مساحة خاصة بمصر بإمكانها تقدم فيها الإضافة وتحقق المنفعة للجانب الليبي وأيضا للجانب المصري. هناك أكيد هناك تنافس، ولكن نتمنى أن يكون تنافس على أرض الواقع في مجال الاقتصادي، في مجال الاستثماري. أيضا حقيقة يعني ليبيا يعني هناك مثلا الجارة تونس، هناك الدول الأوروبية، هناك الدول يعني الكبرى، اكيد الكل يبحث عن مصالح في ليبيا، خصوصا مثلا في مجال النفط. اعتقد ان ليبيا بيئه استثماريه واعده للجميع، ونحق الجميع يتنافس في الحصول على فرص فيها، ولكن كل ما يعنينا نحن كليبيين اولا احترام سياده الدوله الليبيه، وايضا ان يكون التنافس باحترام، وايضا يكون في المجالات السلميه في الاقتصاد والتنميه، ولا يكون في مجال الاقتتال والحروب. تمام. يعني دكتور، في شيء حضرتك اشرت اليه وهو شيء مهم جدا، هو قصر عمر الحكومة الحالية وصولا إلى الانتخابات وربما تتولى حكومة جديدة، إلى أي مدى يمكن يعني توقع أن تستمر هذه الاتفاقيات والتفاهمات؟ لأننا أشرنا إلى أن هناك تفاهمات مثلا من 2013 لم يتم تطبيقها إلى الآن، ودي دايما بتكون المشكلة الأزلية في الدول العربية بشكل عام، وهي تغير الأمزجة بتغير الحكومات وتغير القرارات بتغير الحكومات. شوف بالنسبة للموضوع الأمزجة، هذا الأمزجة مرتبطة بالحكومات، ولكن المزاج العام الشعبي سواء في ليبيا أو في مصر، أعتقد أن يعني الكل يدرك قيمة مصر بالنسبة لليبيا وقيمة ليبيا بالنسبة لمصر. يعني لما تتحدث عن الأعمال المصرية، لو تخيرتهم بين أي دولة أخرى الذهاب إلى أي دولة أخرى والذهاب إلى ليبيا، أنا أكد لك أن الأغلبية يفضل الذهاب إلى ليبيا بسبب عمق العلاقات وبسبب التقارب الكبير بين الشعبين. لذلك
اعتقد ان تاثير الحكومات هنا حيكون محدود، ويفترض ان الاتفاقيات تؤسس او تقام بين الدول. نؤكد لك هذا لا يعني ان الامور ستجري بشكل جيد وبشكل مثالي، نؤكد لك ان لو تم انجاز 50% من ما تم الاتفاق عليه سيكون امر جيد. لو تحدثنا 4 مليار دولار اتفاقيات، لو انجز منها على الاقل 2 مليار دينار مليار دولار، اعتقد الامر حيكون جيد وممتاز، لان مؤكد ان هناك بعض الاخفاقات، هناك تفاصيل ربما تكون هناك عوائق يعني اقتصاديه ماليه خاصه بالشركات، خاصه بديوان المحاسبه، خاصه بالمصارف المركزيه في البلدين. من المؤكد ان هناك عوائق، ولكن على الاقل تم وضع العربة على السكه، وان شاء الله حتنطلق للامام باذن الله. أشكرك شكرا جزيلا من مصراتة الدكتور مختار الجيد، أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة.